ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع إنساني وجرأة كبيرة. وفي ساعة متأخرة من الليل رفضت الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي الامتثال للخوف من قناصة إسرائيليين، وتحدت البندقية وأقدمت على إنقاذ شاب مصاب أمام مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ربنا نزع الخوف من قلبي، هكذا علقت الطبيبة أميرة على الواقعة التي رقدت خلالها منحنية الظهر نحو الشاب المصاب في محاولة لإنقاذه مع أحد زملائها، وبعد الوصول إليه اكتشفت أنه توفي متأثرا بجراحه. اليوم الطبيبة معنا لتصف لنا الشعور في هذه اللحظات الحرجة وكيف قررت المخاطرة بحياتها من أجل إنقاذ شخص مصاب. معنا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس الدكتورة أميرة العسولي، استشارية نسائية وولادة. دكتورة مساء الخير وألف تحية لشخصك الكريم ولرسالتك الطبية والإنسانية التي تفوقت وانتصرت على الخوف وعلى الرعب وعلى الموت في آن معا. دكتورة، كيف تصفين لنا تلك اللحظات التي قررت فيها مواجهة الموت والخوف ومواجهة ذاك القناص الإسرائيلي الذي كان يهدد حياتك في أي لحظة؟ مرحبا سوانيا، أنا طبعا شرفت أن أطلع على قناتكم في برنامجك العظيم. طبعا أنا متابعاكم وكثير واضحة شخصيتك، وأنا كثير مبسوطة أني أنا بحكي معكم من هون من غزة. دلوقتي في الوقت اللي أنا بحكي فيه، دلوقتي في الشبكات كثير عنا، وإحنا أوريدي بدأنا إحنا قررنا إحنا نضلنا في مجمع ناصر الطبي وفي غزة، ودخول كمان القطاع، وأنا أصلا كنت مسافرة في الحرب وعادي تقريبا 42 يوم قبل الهدنة ما أجا. هذا الحال قرار إنه إحنا يعني مش خايفين الموت. الموت ممكن يصير في أي مكان على شريدنا. الأساس في هذا اليوم إن أنا أريدي كنت في مبنى ثاني مش المبنى اللي كان فيه جريح. استخدم سيداتنا من قناصة مباشرة يعني على شباكي أنا اللي هو في الولادة، أنا كنت شاركة في الولادة. فبعدين سمعت صوت واحد قاعد بتوزع، وبعدين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قعدنا خمس دقائق ننقط أنفاسنا إنه هل نروح ننزل نشوفه وما نشوفوش. بعدين نزلت لقيت دكتور ثاني برضه جاي، إحنا ما فيش كنا بنعد على الأصابع الأطباء. قال لي شو رأيك نروح ننزل؟ قلت له أنا بعرف المبنى خوارجه، تعال ندخل مدخل فرعي. دخلنا وأخذنا واكتشفنا لما وصلنا المبنى تاع الجراحة الأساسي إنه هو استشهد. فحكى لي في واحد ثاني مصاب، شو رأيك نروح ننقذه؟ أنا لا بعرف أصلاً إنه الكاميرا كانت موجهة على الجريح، ولا عارفة إنه لهم ساعة مش عارفين يطلعوه، ولا عارفة بأي حاجة، ولا ساعتها أصلاً كان في أي إحساس عندي إلى إني أحاول أنقذ الشاب، لأني أنا فشلت أول مرة أنقذ المصاب الأول الشهيد، فلازم دلوقتي هذا خلاص إني أنا أنقذه. فطلعت قبله وجريت زي ما سجلت الكاميرا وهو لحقني، بالحقني بدون كمان، خدناه متحمل ورجعنا. هتقول لي ايش وصلت بشعور؟ ما بعرف، كان الادرينالين عالي وكنا مهتمين جدا انه ناخذ حياه الشاب. الشاب اول ما شفته زي اللي حس انه يعني ملاك اجرالي. حكى لي يا دكتوره اي بتشيلوا لي رجلي؟ قلت له لا تخافش حبيبي تخافش. قلت له زي كذا خافت عليها قبل ما اجي الثانيين. الحمد لله احنا فرحنا كثير كثير، كنت اقول لهم عايش مبسوطه انه عايش، لانه يعني احنا للاسف حتى والبارحة كنا نعمل مقابلة في أوتي، اكتشفت واحدة وإحنا عادي نعمل مقابلة كتبت إنه إحنا كثير منتشر الكتاب عادين. يعني حتى القناصة ما تجي فرصة إنه الناس تكون جرحى على طول على المطرح، قتل. يعني دكتورة اسمحي لي إني هيك بس بجملة عبر فيها بعد اللي شفته بعد اللي سمعته، إنه بجرأتك وبإنسانيتك وبإيمانك بأرضك وبقضيتك أنت من قنص القناص الإسرائيلي. يعني بدل ما هو أنصك أنت اللي قنصتيه بإيمانك وبجرأتك وبرسالتك وبإنسانيتك. ألف شكر لك، حماك الله حمى الجميع،
ويعني شو بدي أقولك، الكلام بيعجز عن التعبير. شكرا لك من كل قلبي، بعرف انه الوضع بغزة يعني الارسال تعبان، الانترنت تعبان، الاتصال تعبان، ولكن اصرينا ولو انه نأخذ منك هالكلمتين بس كمعنويات وكمان جرأة وتحية لكم جميعا. شكرا لك ولظهورك معنا في البرنامج رغم كل الظروف اللي انتوا عم بتعيشوها بغزة وبخان يونس. شكرا لكل من معك من زملائك ومن موجودين معك ايضا.